في مرأة في كفر الشيخ كمان في نساء محايا مرشحات في كفر الشيخ. نتكلم بقى على محافظة كفر الشيخ بالأرقام. الحقيقة محافظة كفر الشيخ هي المحافظة محافظة بحري يعني في الشمال، هي المحافظة التي تقع أقصى شمال الجمهورية، تطل على البحر المتوسط زي ما أنتم عارفين، بامتداد ساحلي يبلغ زي ما في الخريطة كده، في امتداد ساحلي يبلغ طوله 1000 كيلومتر غربا، يحدها فرع رشيد بطول 85 كيلومتر حتى مصبه في البحر المتوسط، وشرقا محافظة الدقهلية وجنوبا محافظة الغربية. كفر الشيخ فيها 10 مراكز، طبعا العاصمة هي كفر الشيخ، في 10 مراكز و11 مدينة. من أهم المدن زي ما احنا عارفين كفر الشيخ ودسوق وفوة والبرولس. كفر الشيخ بتنتج 40% من محصول الأرز بمصر، إضافة إلى الذرة والقمح وقصب السكر والنشاط السياحي طبعا في بلطيم. كفر الشيخ مشاكلها زي مشاكل أي مدينة أو زي أي محافظة في مصر، بطالة وأمية وفقر، هي نفس المشاكل. وزي ما سمعتوا صوت الناس بتتكلم على الحقيقة قضايا، هي قضايا أكثر للمحليات أكثر من قضايا تكون تخص أعضاء مجلس الشعب. نسبة البطالة 10%، نسبة الأمية 34%، نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 11%، ودي على فكرة أرقام رسمية. عدد السكان في كفر الشيخ 2,700,000 مواطن، من يحق لهم الانتخاب زي ما احنا شايفين 1,860,000 مواطن. نتفرج بقى نشوف بقى الدوائر عاملة ازاي، لكن نذكركم ان المنافسة او ان نواب كفر الشيخ كانوا متراوحين ما بين اخوان وما بين حزب وطني وما بين معارضة، يعني 2005 2010 2005 كان في 2 نواب من الإخوان، دكتور محمد فضل ومحمد شاكر إبراهيم، دول كانوا نواب لكفر الشيخ في مجلس الشعب. الحمول طبعا دايرة المعارض الشهير حزب الكرامة، رئيس حزب الكرامة حمدين صباحي، والنائب محمد عبد العليم داود أيضا كان نائبا لفوة ومطوبس. عبد العليم داود هو طبعا كان عن الوفد، ثم 2010 استقال من الوفد أو يعني أقيل من الوفد. باقي نواب كفر الشيخ معظمهم وطني 2005 أو 2010 أو مستقلين على مبادئ الوطني في 2010. مين بقى بيتنافس في كفر الشيخ في 2011؟ دائرة كفر الشيخ الأولى، نشوف دائرة كفر الشيخ الأولى. دائرة كفر الشيخ الأولى بتضم كفر الشيخ أول، طيب كفر الشيخ أول، كفر الشيخ تاني، مركز كفر الشيخ، مركز اللين، مركز سيدي سالم، مركز الحمول، مركز البرولوس، بيلة، مركز بيلة، مركز الرياض. كفر الشيخ بتشهد منافسة في الدائرة دي بين 9 قوائم إسلامية إسلامية، وتنافس أيضا حزب وطني سابق ضد ثورة، وأعضاء حزب وطني سابق ضد برضو مرشحين للثورة. يعني نشوف مثلا القوائم، قائمة حزب النور، قائمة حزب النور بيتصدرها السيد مصطفى نائب رئيس حزب النور السلفي، وهو رجل معروف جدا في كفر الشيخ، له نشاط كبير في الجمعية السلفية هناك، وهي جمعية من الجمعيات المشهورة جدا في كفر الشيخ. أيضا ينافسوا على الحرية والعدالة، وعلى رأس القائمة حسن علي أبو شعيشة، مسؤول المكتب الإداري السابق للإخوان المسلمين في كفر الشيخ. في كمان عبد الله هنداوي، أبرز قيادات الإخوان في المحافظة، إضافة إلى منافسة من الوفد والجبهة الديمقراطية والسلام الديمقراطي. المرأة أيضا بتظهر هنا على قوائم المنافسة على فكرة يا جماعة، بالذات في حزب النور السلفي، يعني في مرأة في مثلا نشوى عبد القادر مرشحة رقم 7 على القائمة السلفية، لكن نشوى ليس لها صورة، وبحثنا لها عن صورة ما لقينا لهاش صورة في موجودة على قائمة حزب النور السلفي في كفر الشيخ نمرة 7 على القائمة. نيجي للدايرة الأولى فردي اللي بتنافس فيها 75 مرشح، وبتضم
كفر الشيخ اول، كفر الشيخ تاني، مركز كفر الشيخ، مركز اللين، دي فردي برضو. مركز كفر الشيخ، مركز اللين، مركز سيدي سالم. مقعد الفئات المواجهة عليه إسلامية إسلامية، حزب النور بيمثله الدكتور إبراهيم منصور، أبرز القيادات السلفية في المحافظة، ومحمد شاكر سنارة عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان. مقعد العمال بيتنافس عليه طه منصور، وهو من الحرية والعدالة، وهو موجه ثانوي بالمعاش وأحد المحاربين القدامى في حرب أكتوبر. حزب النور بيرشح محمد عبد المجيد سعفان أمين الحزب بكفر الشيخ، وسيد شمس الدين عضو مجلس الشعب السابق عن الوطني، دول كلهم طبعا متنافسين، وياسر منير عضو مجلس الشعب السابق عن الوطني لدورتين. دايرة كفر الشيخ الثالثة. دايرة كفر الشيخ الثالثة بتضم المراكز التالية: دسوق، مركز دسوق، مركز فوة، مركز دسوق ومركز دسوق ومركز فوة ومركز مطوبس. بتنافس عليها 58 مرشح على مقعد الفئات. 58 مرشح عموما. عندنا على مقعد الفئات بقى الأسماء التالية. منافسة أكبر، الأكبر هنا هي ما بين فلول الحزب الوطني، أو يعني خلينا نسميهم الحزب الوطني السابق، يوسف عبد الفتاح البدري زي ما انتم شايفين في الصور. يوسف عبد الفتاح البدري ممثل، يوسف عبد الفتاح البدري ممثل الحزب المصري القومي، ومحمد بسطامي برضو وطني، الوطني السابق. بينافس أيضا الحرية والعدالة بمحمد الحليسي، وهو أحد مرشحي الإخوان ل 2010. وطبعا انتوا فاكرين ان الاخوان ما خدوش ولا مقعد في مجلس الشعب خالص 2010. نيجي لمقعد العمال. النائب السابق محمد عبد العليم داوود، وهو كان نائب فوة ومطوبس سابقا في 2005، وكان نائبا عن حزب الوفد لانه خاض الانتخابات 2010 مستقل بعد فصله من الوفد، واعتقد ان هو يعني راح في الإعادة واشتغل يعني في جولة الإعادة، وأضرب عن الطعام وقتها بعد ما اعتراضا على التزوير في هذا الوقت. عبد العليم داوود بينزل تاني عن دايرة، عن هذه المنطقة اللي هو كان نائبها في 2005. محمد الريس ايضا، محمد ادريس عفوا، من الحريه والعداله بينافس عبد العليم داوود، وعبد الجواد كرسون عضو ايضا سابق من الحزب الوطني في 2010، كان موجود في مجلس الشعب 2010. محمد خطاب عضو سابق ايضا لعدد من الدورات السابقه. دي محافظة كفر الشيخ، دول دي المنافسة الساخنة. طبعا في دوائر أخرى في كفر الشيخ، احنا بنذكر فقط الدوائر التي نظن أنها الأكثر سخونة في المحافظات، يعني المرشحين اللي ما يلاقوش أساميهم ما يقولوش أن احنا بننحاز لحد عن الآخر، احنا بنذكر المنافسات الساخنة في كفر الشيخ. بنعتذر مرة أخرى أن للأسف ما عندناش كل الصور، حاولنا الحصول من مراسلينا، من كل مراسلينا على الصور، لكن بيتعذر أحيانا الحصول على الصور في الوقت ملائم. دي كانت كفر الشيخ. نخرج فاصل ونترك بحري وننزل الصعيد ونشوف الأقصر.